السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعين قناتكم دان، أهلا بحضراتكم. نريد أن نتكلم عن فكرة بسيطة جدا، أبسط جهاز إنذار باستخدام مشبك غسيل وباستخدام ساعة قديمة أو يعتبر منبه قديم. زي ما حضراتكم شايفين ده يعتبر إحنا استغنينا عنه. الفكرة إن ده يعتبر منبه خاص بالديكور أو زينة، ولكن حصل به سقوط على الأرض وتم فقدان جميع الأجزاء من الداخل بسبب الانكسار. هنفتح من الداخل، احنا استغنينا عن جميع التروس ولكن فضلت حاجة واحدة بس، الجزء الخاص بالمنبه ده الجرس ده مرتكم شايفين، ولكن بيحصل صوت تقطيع للصوت باستخدام القطعة الالكترونية ده هي مع الكريستال الموجودة حاليا. ده القطعة الخاصة بتوصيل الطرف السالب للجزء الالكتروني بحيث يصدر صوت متقطع زي ما حضراتكم شايفين. فاحنا محتاجين نصمم ابسط جهاز انذار. هنجيب كابل عادي هنوصله في المكان المخصص لتوصيل المنبه. اما الطرف الاخر هنوصله في الطرف السالب الخاص بالحجر، يعتبر بيشتغل بواحد ونص فولت. هنستخدم قطعة بلاستر لمنع وصول الأسلاك لبعضها. كده انتهينا، هنقفل الساعة والمنبه القديم. هنتوصل الأطراف مع بعضها البعض، نسمع صوت المنبه. هنجيب مشبك الغسيل، هنثبت أحد الأطراف من أسفل والطرف الآخر من أعلى. بعد ما انتهينا من تثبيت الأطراف، عند غلق المشبك ينطلق صوت جهاز الإنذار. هنجيب قطعة صغيرة من القماش، القماش بين المشبك كده مفيش أي إشارة. عند الجذب ينطلق الصوت. هركبها مرة تانية زي ما انتم شايفين. فاضل دلوقتي نثبتها على الباب ونجرب مع بعض. هنجرب مرة تانية عند فتح الباب، ينطلق صوت جرس متقطع دليل على ان اي حد فتح الباب. برضه هنجرب مرة تانية، ركبنا قطعة القماش أو أي قطعة عازلة للكهرباء بين المشبك وبعضه بين أطراف المشبك، وزي ما حضراتكم شايفين متصل بالمنبه القديم. وثبتناه على الباب، مجرد أي فتح للباب تقدر تثبته في أي باب في أي مكان، مجرد الفتح ينطلق الصوت مباشرة. وبكده نكون انتهينا حلقة النهاردة. شكرا لمتابعين قناتكم دان، أتمنى تكونوا استفدتم معنا. الرجاء الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.